لكن فكرة الإنسان يتطهر يعني لسه في جنابة أو حاجة ويقوم يتطهر، دي فكرة مش محتاجة كلام. قوم يا فندم الموضوع خلص، ماء ينزل. عايز أقول لكم إن كتب الطهارة في أي باب، يعني أي مذهب فقهي، أول باب اسمه باب الطهارة، ده معروفة كده للي دارسين، 18 كتاب اسمه أحكام الطهارة في أي مذهب. لما حضرتك أمة تحتاج 18 كتاب عشان تخش تتطهر بس تبقى انتهت الأمة دي، راحت وراح عقلها، عشان ربنا ما أمرناش بكده. ربنا قال كلمة واحدة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، سهل. لكن احنا دخلنا في إيه يا أصدقائي؟ في التفاصيل والتشدد، فأورثتنا الموسوسين في العالم. وتعالوا أعد معاكم الموسوسين في العالم العربي ناحية الطهارة، ومن ناحية الدينية في الطهارة، مش من ناحية البكتيريا ولا الأمراض. ده بسبب المنهج، ده المنهج اللي ربنا ذمه في القرآن. كان يجب أن نتبع منهج القرآن، مش بس ألفاظه، مش بس أحكامه، منهجه القرآن يجمل فخلاص. لكن أنت عندك حتى فتاوى رمضان يا حرام، ده وصلوا مرحلة وهل إيه هو الطعام؟ مش أن أنت تحرم نفسك من الطعام، تعالوا بقى نختلف في أربع آراء، يعني إيه الطعام أصلاً؟ فواحد يقول لك وهل البلغم اللي في الفم طعام؟ وهل لو خرج لمؤاخذة ورجع يبقى طعام؟ وهل المش عارف ايه طعام؟ وهل الريق طعام؟ وهل الطعام اكل بيغذي الانسان، انت لحالة صوفية روحانية بتسيبه، لان القرآن ما قالش لعشان الفقير ولا عشان تحس بالغني، وإلا الفقير ما كانش يصوم والكلام ده عيب. القرآن قال السبب اللي احنا ما اتكلمناش عنه ابدا، لعلكم تتقون. بس عد بقى زي الصيام كده، أمة كاملة بتتدمر، كل شيء يطلع منه أربعة، والأربعة يختلفوا على أربعة، والأربعة ينزلوا 16 32 780 فاضيين لده. فحضرتك الكلام ده هو اللي دمر الفقه مش الشريعة. الشريعة عظيمة، تؤمر الأوامر مطلقة، إن الله يأمر بالعدل من غير تفاصيل، اعدل يا سيدي تصرف، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، خلص الموضوع. إنما التفاصيل والملاعبات الفقهية وما أشدها، ده في مذهب اسمه الأرائيتية. يعني إيه يا فندم؟ يعني يقولوا الحاجة اللي ما حصلتش أصلا في زمانه، فيقولوا أرأيت لو حصل كذا، يعني إيه رأيك إن ممكن؟ يا سلام، وهم اللي بيدرسوا المذاهب دلوقتي فرحانين قوي بالحاجات دي، فيقول لك شوف من زمان وهو أرأيت لو صليت على القمر، لا حول ولا قوة، هقول إيه؟ فانت ضيعت الواقع والمستقبل والماضي بالتفاصيل اللي ربنا ما امركش بيها، واللي اوحى في قرانه انك تاخد بالاجمال مش بالتفاصيل.